العرب اليوم من التلفزيون العربي من لندن وفيه مقتل إسرائيليين في الضفة الغربية والاحتلال يغلق مناطق فلسطينية. هذه العملية المباركة تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال ضد المسجد الأقصى وضد أهلنا في الضفة الغربية واستهداف المدنيين. محكمة إسرائيلية تقرر تمديد قرار قضائي سابق بإغلاق باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك. وفي نيوزيلندا عبد العزيز، أفغاني أعزل يتصدى لسفاح كرايست تشيرش وينقذ العشرات. الباليستية في حال قررت القيادة ذلك فهناك العشرات من الصواريخ ستهز أراضي السعودية وكذلك الإمارات بإذن الله. الحوثيون يهددون السعودية والإمارات باستهداف أراضيهما بالصواريخ والطائرات المسيرة. أهلا بكم. أفاد مراسلنا بأن شابا فلسطينيا قتل إسرائيليين وأصاب آخرين على الأقل في هجوم نفذه عند مستوطنة أرئيل شمال مدينة سلفيت في الضفة الغربية. وعقب الهجوم أغلقت قوات الاحتلال بلدات شمالي الضفة وشنت حملة تمشيط بحثا عن الفلسطيني المهاجم. عملية جديدة من محيط مستوطنة أرئيل أخذت مكانا لها وانطلقت حتى مستوطنة بركان الصناعية، وكلا المستوطنتين جاثمتان على أراضي الفلسطينيين في سلفيت شمالي الضفة الغربية. المنفذ الذي تمكن من الانسحاب نفذ عملية مزدوجة، طعن وإطلاق نار أدت إلى مقتل مستوطن وجندي إسرائيلي وإصابة ثالث بجروح خطيرة. جيش الاحتلال رفع درجة التأهب والاستنفار وأعلن إرسال تعزيزات عسكرية نحو الضفة في إطار البحث عن المنفذ مع إغلاقه مداخل محافظة سلفيت بقراها. طبيعة الحال مثل هذه الأحداث الأمنية تقود إلى نقاش داخلي إسرائيلي، تبادل اتهامات ما بين الأطياف السياسية الإسرائيلية المختلفة، لكن تأثيرها على الانتخابات باعتقادي لن يكون كبير. بدوره أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة حكومته دعمه لجيش الاحتلال في ملاحقة منفذ العملية متوعدا بمحاسبته. بشني مقدم بإزوار أرييل أنا مخزكت يديهم من خيالي صال. أما فصائل المقاومة الفلسطينية فقد باركت العملية ووضعتها في سياق الرد على جرائم الاحتلال وانتهاكاته وبخاصة في المسجد الأقصى. إعدامات ميدانية وانتهاكات في الأقصى واعتقالات وتصريحات انتقامية لقادة الاحتلال في إطار منافستهم الانتخابية أحيانا ودون أي سياق في معظم الأحيان. لم تنجح في ردع العمليات ضد الاحتلال في الضفة الغربية لتعود إلى الواجهة مجددا بين الفترة والأخرى. يرى العملي العربي رام الله. في قطاع غزة اعتبرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي عملية إطلاق النار التي وقعت وسط الضفة الغربية أنها تأتي ردا على الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. وقد وزع أنصار حركة حماس الحلويات في شوارع في مدينة رفح جنوبي القطاع احتفالا بمقتل الجندي والمستوطن الإسرائيليين في الضفة الغربية. هذه العملية المباركة تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال ضد المسجد الأقصى وضد أهلنا في الضفة الغربية واستهداف المدنيين، والاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن هذه الجرائم التي تمارس بحق أقصانا وقدسنا وبحق أبناء شعبنا الفلسطيني. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقال في تصريحات علنية في اجتماع وزاري أسبوعي إن الهجوم نفذه عدة مهاجمين وأضاف أن قوات الأمن تطارد المهاجمين. نحن نلاحق الإرهابيين في نقطتين بمنطقة أرئيل. أقدم دعمي للجنود في الجيش والسلطات الأمنية وقوى الأمن التي تلاحق الإرهابيين. أنا متأكد أنهم سيقبضون عليهم ويتعاملون معهم بأقصى درجات القانون كما سبق أن فعلنا في جميع الحوادث الأخيرة.
ومن القدس ينضم إلينا مراسلنا فهمي شتاوي. فهمي، إذن آخر المستجدات الميدانية، كيفية التعاطي الأمن الإسرائيلي ورد الفعل الفلسطينية؟ نعم نادين، يعني ما زال ما يسيطر على صورة المشهد هو إغلاق الطرق المؤدية إلى شمال الضفة الغربية، جميع الطرق المؤدية، المروحيات تصول وتجول في سماء شمال الضفة الغربية في مكان، يعني في مكان تنفيذ العملية. نحن نتحدث عن مستوطنة أريئيل حيث نفذت العملية وأسفرت عن قتيلين حتى الآن. هنالك تضارب حول عدد القتلى، كون الجانب الإسرائيلي يعني يذكر على أنه هناك فقط جندي قتيل، ولكن المصادر الإسرائيلية ذكرت على أن هناك أيضا حاخام إسرائيلي كانت جروحه خطرة وقد قتل أيضا إثر هذه الجروح. نحن نتحدث عن عملية جدا دقيقة وجدا معقدة كما ذكرها أيضا الاحتلال الإسرائيلي وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، يعني تم خرق هذه المنظومة الأمنية التي تتباهى بها إسرائيل في كل المنابر. اليوم نرى أن منفذ عملية واحد قد قام بخرق هذه المنظومة. نحن نتحدث عن عملية بدأت في صباح اليوم الباكر ولم يتم العثور على منفذ هذه العملية. لهذا السبب هنالك يعني وضع حواجز في أماكن مختلفة في الضفة الغربية، وهنالك مداهمات لبلدات وقرى مختلفة في الضفة الغربية للوصول للأشرطة المصورة التي في الكاميرات للوصول إلى طرف خيط لمنفذ هذه العملية. نحن الآن يعني وصلنا عن إذاعة الجيش، قد فتح الجيش تحقيق كبير حول يعني تعامل الجيش الإسرائيلي مع المنفذ، كون يعني المنفذ وصل إلى جيب أو مركبة للجنود وقام بطعن أحد الجنود والاستيلاء على سلاحه، ولم يقم أحد من بين الجنود في هذه المركبة بإطلاق النار عليه. الجانب الإسرائيلي اليوم جدا يعني جن جنونه. نعم، وفي هذا الإطار فهمي الحدث كل ما يتعلق بالشر. نعم، يعني في هذا الإطار يعني فيما يتعلق بالرواية الإسرائيلية، نتنياهو يقول إن الهجوم من توقيع أكثر من مهاجم ويتوعد بمزيد من الضربات لحماية المستوطنين. ما المرتقب خلال الساعات المقبلة؟ لا، حتى الآن كما ذكرت أيضا الإعلام الإسرائيلي وأيضا المصادر لم تذكر ولا لا يوجد أي دلائل حتى الآن عن عدد منفذي العملية. يعني الإعلام الإسرائيلي يذكر على أن منفذ واحد في هذه العملية ومنفذ مركزي كان قد قام بثلاث عمليات، بدأت في مستوطنة أريئيل ومن ثم إلى الطريق الفاصل بين بلدة سلفيت ومدينة نابلس ومن ثم إلى المنطقة الصناعية في بركة. كان هنالك تمشيط كبير للمنطقه الذي يعني فر اليها. لا يوجد اي دلائل حتى هذه اللحظه. السلطات الاسرائيليه والمعززه يعني بتعزيزات كبيره من الجنود الاسرائيليين وايضا المروحيات واجهزه الاستخبارات الخاصه التي وصلت الى المكان لا يعني تفيد باي شيء جديد، وهنالك تعتيم كامل حول هويه منفذ العمليه وعدد المنفذين. شكرا جزيلا لك مراسلنا في القدس فهمي شتاوي. في سياق منفصل، اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين ساحات المسجد الأقصى بحماية عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان أن قوات من الشرطة اعتقلت حارس المسجد الأقصى حمزة النبالي أثناء خروجه من المسجد واقتادته إلى أحد مراكز التوقيف للتحقيق معه من دون معرفة سبب الاعتقال. وكانت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس قضت بتمديد إغلاق مصلى باب الرحمة لمدة 60 يوما، وتلاحق سلطات الاحتلال أي حارس يفتح المصلى. سياسات ممنهجة تبطن تحتها مخططات إسرائيلية في تهويد المسجد الأقصى، لا بل والمدينة بأكملها. قضاء دولة احتلال، قضاء طالما اشتهر بعدم نزاهته إزاء قضايا الفلسطينيين، ها هو يأمر بإغلاق مصلى باب الرحمة. سبق وأن أغلقوه 16 عاما وفتح بسواعد المقدسيين. المحكمة العليا في القدس تمهل مجلس الأوقاف 60 يوما لاستئناف قرار مؤسسات تتسق مع المطامع الإسرائيلية وتتناغم معها. 60 يوما
توصد الأبواب فيها. يعني هي قرارات باطلة. أولا المحكمة الإسرائيلية ليس لها سلطة على المسجد الأقصى المبارك. المسجد الأقصى المبارك تحت السيادة الأردنية، ولا يحق لأي أحد أن يتدخل في شؤون المسجد الأقصى المبارك، ودائرة الأوقاف هي المسؤولة عن المسجد الأقصى المبارك. إنجاز فلسطيني يريد المحتلون إجهاضه عبر اعتقالات وإبعادات ومضايقات، تطال حراسا ومرابطين، واقتحامات تكشف عن جرأة شديدة ما كانت لتكون لولا التقاط الاحتلال لضوء أخضر أرسلته دول عربية تسعى للتطبيع مع إسرائيل. نقول للمطبعين ولكل من يتآمر مع اليهود بأن هذا مسجدنا، ونحن لا نريد إلا أن يبقى مصليا لنا ولنا وحدنا، وليطبعوا كيفما يشاءون. أهل القدس عودونا دوما أنهم بسواعدهم، بوقفتهم، برباطهم، بجأشهم، هم الذين سيدافعون عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات. مجلس الأوقاف الإسلامية أعلن رفضه للانصياع لقوانين مسيسة لا يخضع لها المسجد أصلا، مثله مثل باقي المقدسات في المدينة منذ العام 1967. اتصالات أردنية إسرائيلية لا تغيب عن صورة المشهد، لا تثني إسرائيل عن ممارساتها بحق المقدسات وأهلها. مؤسسة إسرائيلية تزج الصراع الديني في محاكمها وقوانينها، محاولة للضغط والتأثير في مباحثات جارية بين تل أبيب وعمان يرفضها المقدسيون جملة وتفصيلا، فتعاقبهم بأوامر إبعاداتها واعتقالاتها. فمشتاوي العربي، القدس المحتلة. من القدس ينضم إلينا الشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى. الشيخ عمر، فتح باب الرحمة صلى فيه المسلمون، والآن يأتي الاحتلال ليمنع أو يغلقه بأمر قضائي لمدة 60 يوما. أولا، ما تعليقك على الحكم؟ ثم بالنهاية استمر 60 يوم، ما الذي سيحدث بعدها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني أولا بالنسبة لقرارات المحاكم الإسرائيلية، كما رفضت وزارة الخارجية الأردنية أبلغت أيضا رفضها لهذا القرار جملة وتفصيلا، فنحن في مجلس الأوقاف ودائرة الأوقاف أيضا نرفض هذا القرار جملة وتفصيلا، لأن حسب القانون الدولي والاستاتيكو منذ عام 1967 أنه لا سلطة للاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، ومصلى باب الرحمة هو جزء أصيل من المسجد الأقصى المبارك، وبذلك يزج الاحتلال المسجد الأقصى في تصعيد واضح في حرب دينية لا نعرف إذا أين يصل مداها، ونحمل كامل المسؤولية للاحتلال لهذا التصعيد الواضح الذي يريد أن يزج به المسجد الأقصى، وخصوصا أهل بيت المقدس وكل من يتواجد في المسجد الأقصى. يعني ماذا يريد الاحتلال الإسرائيلي من هذه الأحكام؟ ما دام هناك صمود فلسطيني، ما دام هناك رباط، إعادة فتح، مواجهات متتالية لن تتوقف من الجانب الفلسطيني، الجانب الإسرائيلي ما الذي سيصل إليه بأحكامه هذه؟ يعني الاحتلال يريد أن يبسط سيطرته ويفرض سيادته على المسجد الأقصى المبارك، ويجعل المسجد الأقصى يخضع للمحاكم الإسرائيلية. هذا القرار الذي يريد به في هذه الحكم، الذي يريد أن يزج به الأوقاف ويجر الأوقاف إلى أن تكون تحت الحكم المحاكم الإسرائيلية، وبذلك يكون المسجد الأقصى خاضع للسيادة الإسرائيلية، وهذا مخالف للقوانين الدولية، مخالف أيضا للاستاتيكو الذي كان في منذ عام 1967، وأيضا مخالف لما حصل من معاهدات الصلح مع الاحتلال في وادي عربة وغيره من المعاهدات الدولية والقوانين الدولية التي تنفي جملة وتفصيلا بأن الاحتلال لا شأن له في المسجد الأقصى، وقراراته المحاكمه لا تجري على المسجد الأقصى المبارك، والمسجد الأقصى هو تابع لوزارة الأوقاف الأردنية والرعاية الأردنية نيابة عن كل المسلمين. وهذا كان الدور الأردني الشيخ عمر الكسواني، الدور الأردني عدا أنه مثلا يقول أنه مصلى باب الرحمة جزء لا يتجزأ من المسجد، وأنه القرارات الإسرائيلية غير شرعية، المفروض أن يكون هناك دور سياسي، سلطة أيضا
أو الرئاسة أصدرت يعني بيانا قالت فيه أن القرار باطل وغير شرعي. عدا البيانات عمليا على الأرض من يواجههم المرابطون، من يواجههم حراس المسجد الأقصى، يقبض عليهم أو يمنعون من دخولهم لفترة معينة ويبقون في هذه المواجهات الميدانية. أما سياسيا يفترض القرار يكون على مستويات أعلى. الدور الأردني الآن. نعم أخي الكريم، يعني هناك يجب بعد أن التصعيد هذا الواضح الإسرائيلي يجب أن يكون هناك تحرك سياسي ليس فقط على المستوى الأردني إنما على المستوى العربي الإسلامي لمواجهة هذا التصعيد من قبل الاحتلال الذي يريد أن يبسط سيطرته وينفي كل سيطرة إسلامية على المسجد الأقصى ويقوم بتقويض دور الأوقاف في داخل المسجد الأقصى المبارك. رغم كل ذلك يعني الحراس المواطنون المصلون هم من يواجهون لأن الاحتلال وتقع عليهم عواقب ذلك إما الاعتقال وإما الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك. فلذلك يجب أن يكون هناك تحرك دبلوماسي تحرك سياسي اتجاه هذه السياسة التي ينتهجها الاحتلال في داخل المسجد الأقصى المبارك ويتفرد بعزلة الأوقاف ويتفرد في موظفي الأوقاف والمصلين في داخل المسجد الأقصى المبارك. والوضع أيضا هو يعني عرضة للانفجار لهذه السياسة الخطيرة التي ينتهجها الاحتلال فهي سياسة تصعيد. فلذلك نحن نحمل الاحتلال كامل المسؤولية عن تداعيات هذا القرار وتطبيقه بالقوة على في داخل المسجد الأقصى المبارك. شيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى كنت معنا من القدس، شكرا جزيلا لك. وقد أعلنت السلطات النيوزيلندية أنها أقفلت مطار داندن إثر العثور على طرد مشبوه وذلك بعد يومين على المجزرة التي وقعت في مسجدين في مدينة كرايست تشيرش وأودت بحياة 50 شخصا. وفي هذه الأثناء توافد أقارب ضحايا الهجوم الإرهابي على المسجدين والمتعاطفون معهم من جميع أنحاء البلاد وذلك تحضيرا للمساعدة في طقوس الدفن في مدينة كرايست تشيرش. وقالت الشرطة إنها أصدرت قائمة أولية بأسماء الضحايا بينما ينتظر الأهالي إفراج السلطات عن الجثامين. وقد أرسلت السلطات آليات لحفر قبور جديدة في المنطقة للمقابر الإسلامية. لم يستفق النيوزيلنديون من وقع الصدمة، مر يومان بعد جريمة إطلاق النار التي استهدفت مسجدين بمدينة كرايست تشيرش والتي خلفت مقتل 50 مصليا ومثلها من المصابين ضمن أبشع جريمة عنصرية لم يسبق لهذا البلد أن شهد مثيلا لها. سماء كرايست تشيرش الرمادية عكست حالة الحزن والحداد التي بانت على محيى حوالي 5 ملايين نيوزيلندي. كيف لا وقد وقعت جريمة في بلد مسالم ومرحب بالأجانب وبعدد جرائم لا يتعدى 50 جريمة في العام. بشاعة الجريمة دفعت الوزيرة الأولى النيوزيلندية جاسيندا أردرن إلى وصفها بالعمل الإرهابي والتعهد بإعادة النظر في قانون حمل السلاح وتوفير حماية للمساجد ودور العبادة الإسلامية. لقد أشرت بالفعل إلى أنها ستكون هناك تغيرات في قوانين الأسلحة لدينا وسيكون هناك المزيد من المناقشات المفصلة في مجلس الوزراء بشأن ذلك. لا يمكن ردعنا عن العمل الذي يتعين علينا القيام به بشأن قوانين الأسلحة لدينا في نيوزيلندا. يجب تغيير هذه القوانين بصرف النظر عن رد فعل تجار السلاح. اعتقال منفذ المذبحة وإحالته للمحاكمة لم يهدئ من روع النيوزيلنديين بمختلف دياناتهم وهو ما فسر حملة الإدانة العارمة ضد منفذها والتضامن الذي أبداه النيوزيلنديون مع عائلة الضحايا. تضامن امتد إلى دول عربية وإسلامية أرسلت بوفودها إلى نيوزيلندا لتبحث معها تطورات الوضع وترسم خطة لمجابهة اليمين المتطرف الذي لم يسلم من جرائمه أطفال في عمر الزهور. تكفكف الجالية المسلمة في نيوزيلندا دموعها وتلملم جراحها وفي نفسها هاجس من عمليات إرهابية أخرى قد تطالها، هاجس سيظل قائما ما لم يكن هناك تكاتف دولي يضع سياسات رادعة لعمليات اليمين المتطرف التي تصنف في مسمى جرائم الكراهية. هشام يهوبي، تلفزيون العربي من مدينة كرايست تشيرش نيوزيلندا. وقد لقي وعد رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن بتشديد قوانين الأسلحة ردود فعل إيجابية لدى الجمهور.
يجب أن تكون هناك رقابة على الأشخاص الذين يملكون الكثير من السلاح، لكن بالمقابل يجب أن يكون لديك نوع من الحرية وأن تحصل على السلاح المناسب لما تستخدمه من أجله. لا أظن أن هناك معارضة ضد قوانين تجديد حيازة الأسلحة، لا يوجد أي حراك ضد ذلك هنا في نيوزيلندا. ومن كرايستشيرش ينضم إلينا مفادنا هشام ميهوبي. هشام، آخر ما توصلت إليه التحقيقات بخصوص هذه الجريمة الإرهابية ومنفذها ومدى ارتباطه بأقصى اليمين في الخارج؟ نعم نادين، لا تزال التحقيقات حول جريمة المسجدين هنا في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا مستمرة لحد الآن. تم اعتقال 3 أشخاص مشتبه بتورطهم، أو 4 أشخاص عفوا مشتبه بتورطهم مع المتورط الرئيسي في عملية القتل، لكن الشرطة لم تستطع توجيه أي تهم لهؤلاء 3، وبالتالي تم إطلاق سراح 3 منهم، ولازال 1 من المشتبه فيهم محتجز لدى شرطة في انتظار التحقيق معه. أكيد يعني نادين، الشخص أو المتورط الأول في الجريمة تم ربطه باليمين المتطرف، خاصة وأن كل الشعارات التي حملها سواء في مسدسه أو الأغاني التي كان يعني التي كانت بحوزته كلها تشير إلى أن المتورط ينتمي إلى اليمين أو يحمل أفكار اليمين المتطرف، وبالتالي قد نسب إلى هذا التيار. رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن قالت إنها أو نيوزيلندا لن تتسامح مع انتشار هذا الفكر المتشدد، وأن نيوزيلندا بلد التسامح، بلد القبول قبول الآخر، وأن هذا الفكر غير مقبول في نيوزيلندا. فيما يخص التضامن، يعني كانت هناك وفود وصلت لنيوزيلندا لتعبير عن تضامنها، منها الوفد التركي الذي وصل أمس وعلى رأسه نائب رئيس التركي رجب طيب أردوغان فؤاد أقطاي، وكذلك وزير خارجيته مولود شاويش أوغلو. وبالتالي فإن الطرفان بحثا مع جاسيندا الوضع وأكدا التزامهما ب دعنا نقول إيجاد خارطة الطريق لمعالجة هذا الانتشار للتطرف اليميني. على الصعيد الشعبي هناك أيضا تضامن كبير، أنا كتذكر الصعيد الشعبي هشام، الآلاف من يعني نعم إزاء هذه الكارثة الوطنية، ربما ماذا بخصوص الإجراءات الأمنية المتخذة أو المرتقبة، وإلى أي مدى يبدو أنها تبدد مخاوف المواطنين والمسلمين بشكل خاص؟ نعم نادين، الإجراءات الأمنية هنا مشددة في مدينة كرايستشيرش وفي باقي عموم ولايات نيوزيلندا. رئيسة الوزراء قالت إن للمسلمين أن أو إن على المسلمين أن يفتحوا دور العبادة من جديد إن أرادوا ذلك، وتوعدت بتوفير عناصر أمنية لحماية وتأمين المساجد ودور العبادة الإسلامية هنا في مدينة كرايستشيرش وفي باقي مدن نيوزيلندا. هناك تشديد أيضا كثيف، نلاحظ أن عناصر الأمن بدأت تنتشر في شوارع كرايستشيرش، وذلك لتأمين المدينة وتحسبا لأي عمل إرهابي آخر، خاصة وأن المتورط الأول يعتقد أنه لم يقم بالعمل بمفرده، وأن هناك ما تسمى بين قوسين بالذئاب المنفردة التابعة لليمين المتطرف لا تزال حرة طليقة وقد تقوم بأي أعمال إرهابية في أي وقت ممكن. شكرا جزيلا لك مفادنا إلى كرايستشيرش هشام ميهوب. تابع معكم بعد الفاصل. اجتماع عسكري إيراني عراقي سوري في دمشق. أهلا بكم من جديد. أفادت مصادر محلية في إدلب بأن هيئة تحرير الشام بدأت عملية جديدة ضد خلايا تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة، وذلك عقب هروب عدد منهم من سجن إدلب المركزي قبل أيام إثر استهداف السجن بالطيران الروسي.
ونشرت هيئة تحرير الشام عناصرها وحواجزها على كافة الطرق المؤدية إلى المدينة، وترافق ذلك مع إغلاق بعض الطرقات في مدينة سرمين وأريحة والمسطو، وتشهد تلك المناطق حالة استنفار وتشديد أمني مكثف. كل الطرق المؤدية إلى مدينة إدلب السورية مغلقة. هيئة تحرير الشام المسيطرة على معظم محافظة إدلب عطلت جميع الطرق المؤدية إلى المدينة من جهة أريحة وسرمين تمهيدا لشن عملية أمنية في المنطقة. الهدف المعلن من العملية هو ملاحقة عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية وآخرين ينتمون إلى خلايا أمنية تابعة للنظام، كانوا قد فروا من سجن إدلب المركزي إثر ضربات جوية روسية منذ أيام أغضبت واشنطن، إذ اتهمت الروس والنظام السوري بالمسؤولية عن تصاعد العنف في المحافظة. هيئة تحرير الشام أعلنت إلقاء القبض على عدد كبير من الفارين من السجن، وأصدرت تعميما يتضمن حزمة من المغريات للهاربين لتسليم أنفسهم. استنفار أمني وحالة من التخبط في صفوف الهيئة في إدلب أثار مخاوف مئات العائلات على مصير أبنائها المحتجزين في سجون الهيئة، فهم لا ينتمون إلى تنظيم الدولة ولا النظام، ولكن الهيئة ترفض الكشف عن أسماء الهاربين وكذلك الضحايا المدنيين. معنا من غزة عنتاب العقيد عبد الجبار العكيدي، المحلل العسكري والقائد السابق للمجلس العسكري في حلب. سيد العقيد، هل دخول هيئة تحرير الشام على جبهة ملاحقة فلول تنظيم الدولة يفيد بأن هناك اتفاقا ما وإن بشكل غير مباشر على دخول هيئة تحرير الشام كطرف غير رسمي ولكن مقبول به في العملية في سوريا؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. بالتأكيد هيئة تحرير الشام أو جبهة النصرة سابقا تحاول فرض نفسها كقوة أمر واقع موجودة في هذه المنطقة وعلى الدول أن تتعامل معها، ولكن بالتأكيد هي مرفوضة شعبيا قبل أن تكون مرفوضة أقليميا ودوليا، لأنها تنظيم مصنف تنظيم إرهابي بالنسبة لنا كشعب سوري وبالنسبة للمحيط الإقليمي والدولي. تركيا تصنف جبهة النصرة كتنظيم إرهابي، ولكن هي كما قلت هي قضت على الفصائل، على أغلب فصائل الجيش الحر وسلبت سلاح وتحاول الإجهاض على الثورة السورية وفرض نفسها كقوة أمر واقع. اسمح لي هنا، من يسمح لهيئة تحرير الشام، من يسمح لهيئة تحرير الشام بالدخول على خط ملاحقة فلول تنظيم الدولة وملاحقة هؤلاء الهاربين من سجن غضبت واشنطن من روسيا بسبب قصفه واتهمتها بأنها تحرض على العنف أو تساعد في العنف بهذا الشكل؟ يعني هذه المسرحية حقيقة من مسرحيات تنظيم هيئة تحرير الشام أشبه ما يكون بمسرحيات النظام التي كان يفجر بها الأفرع الأمنية أو يعمل بسيارات مفخخة أمام الأفرع الأمنية. كيف لهذا التنظيم أن يحتجز عناصر تنظيم داعش الخطيرين جدا، عناصر تنظيم خلايا من قاعدة حميميم الخطيرين جدا في سجن إدلب المركزي، سجن مدني للمجرمين، للناس أصحاب السوابق وللجنايات والجنح، بينما الثوار والناشطين الثوريين هم مغيبين في غياهب السجون في سجن العقاب وغيره الذي لا يعلم به غير الله تحت الأرض كم هو. كل هذه الأسئلة من حق الشعب السوري أن يعرفها، لأن هناك كثير من المختطفين والمحتجزين قسريا من قبل هيئة تحرير الشام، وهي ترفض الكشف عن أسمائهم وتنكر وجودهم عندها، وهم موجودين في سجون هذا التنظيم، السجون التي فيها من التعذيب وفيها من الأهوال العظيمة كما هو في سجون هذا النظام المجرم، هم متساوين في هذا الإجرام. فهم يعني كيف هرب هؤلاء المساجين وحواجز جبهة النصرة منتشرة في كل مكان، وشاهدنا على شاشات التلفاز واليوتيوب كيف هؤلاء المساجين يمشون على الطرقات العامة وهناك سيارات بانتظارهم كانت لتقل لهم أمام السجن المركزي إلى أماكن
لا أحد يعلمها، فبالتالي يعني هم من يحاول تهريب هذا التنظيم وعناصر التنظيم، لأن هناك اتفاقيات كبيرة وهناك توافق بين تنظيم داعش وبين تنظيم هيئة تحرير الشام، وقالها الجولاني من قبل في كل وقاحة وصفاقة بأنهم أخوة منهج وخلافهم خلاف العائلة الواحدة. إذا كان هناك توافق فكري ربما سابق أو حتى حالي، لكن على الأرض كثيرا ما تقاتل التنظيمان، بل نحن نتحدث عن تنظيمين متواجهين حقيقة على الأرض، والآن هيئة تحرير الشام تريد بشكل ما كما أشرت فرض نفسها كقوة أمر واقع، ربما الحصول على ضوء أخضر تركي على الأقل بفرض الأمن في إدلب. بهذا المنطق لا يستقيم أن يكون التنظيمان على نفس الهواء ونفس الخط وهما يتقاتلان ولكل منهما غاية مختلفة. بالتأكيد أن لهم أنهم متفقين فكريا، هم أخوة منهج، وقالها جولاني على شاشات التلفزة بأنها خلاف العائلة الواحدة، هم يختلفون على فقط على النفوذ وعلى بسط السيطرة. وبالتأكيد كما قلت بأن هذا التنظيم يحاول فرض نفسه ويقدم نفسه على أنه هو أيضا هو يحارب الإرهاب، وهو الإرهاب بحد ذاته، هو والنظام هو ذراع من أذرع النظام الأمنية الإرهابية التي تحاول القضاء على فصائل الجيش الحر. نعم. طيب بخصوص الدور التركي، هناك محاولات لجعل إدلب منطقة آمنة مع وجود هيئة تحرير الشام وهذه السلطة الأمر الواقع وكل ما تحدثت عنه سيد العكيدي، هل يمكن أن تنجح تركيا بالأخير كجار شمالي لديه القوى العسكرية، لديه القدرة على إنفاذ اتفاقيات مع كل من روسيا وإيران ومع النظام بشكل غير مباشر الآن في فرض الأمن في منطقة إدلب على الأقل؟ يعني تركيا لوحدها لا أظنها لا تستطيع أن تفرض الأمر الواقع في إدلب وأن تقضي على جبهة النصرة. جبهة النصرة كما قلنا وكهي كأختها داعش هي عبارة عن شركة مساهمة، كل استخبارات الدول لها أسهم في هذا في هذه الشركة، وبالتالي إن لم تتعاون الدول الإقليمية والدولية أيضا مع تركيا لا تستطيع تركيا لوحدها، لأن هناك الكثير من عناصر هذا التنظيم له ارتباطات باستخبارات إقليمية ودولية كبيرة، وبالتالي يجب أن تتعاون الجميع. هناك ملف المقاتلين الأجانب وهذا ملف شائك جدا، أيضا يجب أن تتعاون كل الدول مع تركيا حتى يستطيعوا حل هذا الإشكال. شكرا جزيلا لك العقيد عبد الجبار العكيدي المحلل العسكري والقائد السابق بالمجلس العسكري في حلب. عودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بعض المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لم تخفف من شح المواد الأساسية والحاجة الماسة إليها في وقت تراجعت فيه وتيرة توزيع المساعدات للاجئين وتحولت من شهرية إلى فصلية. مراسل التلفزيون العربي حسين خريس جال في مخيمات البقاع واطلع أيضا على ملف تسجيل الولادات. ما هو أصعب من طلب المساعدة هو انتظار الحصول عليها، وما هو أكثر صعوبة من الأمرين هو الصبر من أجل العودة إلى الوطن. رابطة الشباب سعد نايل التي كانت تتولى مهمة توزيع المساعدات مطلع الثورة لم تيأس رغم تدهور إمكاناتها. شباب الرابطة البقاعية تطوعوا باللحم الحي وجعلوا مقرهم باحة لصالح الجمعيات التي تساعد اللاجئين. صار عندنا التوزيع فصلي، معاش مثل الأول شهري أو أسبوعي، صار يعني هلاني أي جمعية ما نحاول معها بجهد لحتى اللي تعطينا كل 3 أشهر أو 4 أشهر شيء ضئيل لحتى اللي يغطي السوريين، وهذا حملنا أعباء كتير مع الناس اللي هي متعودة إن كانت تجي لعندنا لهون عندها حصص غذائية بتستلمها. نحن المتفزعين منه وخايفين منه هلاني ما بعد القطيعة اللي صارت هي لهون النازحين اللي هني محتاجين فعليا لهذا الموضوع. رغم عودة 15,000 لاجئ إلى سوريا فالحاجات الأساسية للباقين هنا إلى تزايد. ما في قرار بتراجع المساعدات الإنسانية، بالعكس نحن يعني بكل مناسبة بنرجع منذكر الدول المانحة أنه الحاجات
بعدها موجودة، حتى لو في مثل ما حضرتك ذكرت لاجئين بدأوا يرجعوا على سوريا، ولكن اللاجئين اللي بعدهم بدول الجوار إن كان لبنان أو الأردن بعد حاجاتهم عم بتزيد وما عم بتنقص. قضية شائكة أخرى ليست طارئة على حياة اللاجئين وهي عدم تسجيل الولادات، فما هي نسبة هؤلاء وهل يمكن حل المشكلة؟ في تقريبا 175 ألف مولود جديد لأهالي لاجئين سوريين مسجلين لدى المفوضية بلبنان. اليوم وبحسب دراسات المفوضية في 97% من المولودين الجدد حصلوا أهلهم على شكل من أشكال الإثباتات عن ولادتهم بلبنان، ولكن ما كملوا كل الإجراءات أو كل الخطوات اللي لازم يكملوها. الدولة اللبنانية تساهلت في خطوات تسجيل الولادات فأعفت اللاجئين من تأمين الأوراق التي فقدوها في الحرب لتفادي مشكلة أخرى، مشكلة السوريون واللبنانيون في غنى عنها. حسن خريس، العربي، بيروت. بدأ رئيس الأركان الإيراني محمد باقري زيارة إلى سوريا للمشاركة في اجتماع ثلاثي مع رئيس الأركان العراقي ووزير دفاع النظام السوري. بيان هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية أوضح أن الاجتماع الثلاثي الإيراني السوري العراقي يهدف لبحث أساليب محاربة الإرهاب. وقال باقري إن وجود أي قوات في سوريا يجب أن يتم بالتنسيق مع النظام السوري. للأسف فإن بعض الدول لا تظل تحتفظ بقواتها في بعض المناطق السورية دون التنسيق مع الحكومة، وفي هذا الاجتماع سيتم التأكيد أن أي وجود للقوات الأجنبية على الأراضي السورية يجب أن يكون بالتنسيق مع دمشق كما هو وجود إيران في سوريا، وهذا يشمل منطقة شرق الفرات أو منطقة إدلب أو أي منطقة أخرى، فإما أن يقوموا بالتنسيق أو أن يتركوا سوريا. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أن وجود بعض الخلافات والمشاكل مع بعض دول الجوار يعود سببه إلى هذه الدول. روحاني أشار كذلك في كلمة له في مدينة كانغان في محافظة بوشهر جنوبية إيران إلى رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها مع جميع دول الجوار في المنطقة، كما لفت إلى أن الولايات المتحدة وبعض دول المنطقة تمارس أقصى ما تستطيع من ضغوط ضد الشعب الإيراني، مؤكدا أن إيران ستواصل مسيرتها ومشاريعها وتعزز علاقاتها أكثر فأكثر. إذا كان هناك مشاكل مع بعض جيراننا فهم من بدأوها. لدينا علاقات جيدة مع قطر وعمان وتركيا وأذربيجان وتركمانستان وأفغانستان وباكستان ودول أخرى، ونريد علاقات جيدة مع الجميع شيعة وسنة. وفي شأن إيراني آخر، نشر جيش العدل مقطعا مصورا لعدد من عناصر الحرس الثوري وحرس الحدود الإيرانيين أسرى لديه. وكان جيش العدل قد أقدم على أسر 14 عنصرا إيرانيا في أيلول سبتمبر من العام الماضي خلال مهاجمته برج مراقبة حدوديا بين إيران وباكستان. ويذكر أن السلطات الإيرانية توعدت جيش العدل بعمليات انتقامية وقالت إنها على تواصل مع الجهات الباكستانية بهذا الصدد. ونتابع بعد الفاصل. تجدد الاشتباكات في السودان بين قوات الأمن والمحتجين المطالبين بتنحي البشير. أهلا بكم من جديد. في اليمن هدد الحوثيون كلا من السعودية والإمارات باستهداف أراضيهما بالصواريخ والطائرات المسيرة. وقال المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع في مؤتمر صحفي في صنعاء إن لدى الجماعة صورا جوية وأحداثيات لعشرات المقرات والمنشآت والقواعد العسكرية داخل السعودية والإمارات، وأشار إلى أن الأهداف المشروعة تمتد إلى كل من الرياض وأبو ظبي، أن الجماعة لديها الوسائل لتنفيذ تهديدها. وسبق أن استهدف الحوثيون بلدات سعودية حدودية والرياض بصواريخ باليستية، إضافة إلى تبني هجمات بطائرات مسيرة على مطاري أبو ظبي ودبي. مع اقتراب دخول الحرب في اليمن عامها الخامس تبدو معادلة السلام مختلفة تماما،
فالحوثيون غدوا أكثر قدرة وتسليحا بل وجاهزية زادت بحسب المراقبين على الميدان من القدرة على الاستهداف الدقيق لمواقع ومنشآت في كل من الرياض وأبوظبي بحسب المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، الذي زاد على ذلك أن القوات المسلحة لجماعته تمتلك من الصواريخ البالستية التي يمكن إطلاق العشرات منها دفعة واحدة. هناك عمليات يومية إلى العمق السعودي من الطائرات المسيرة لم تعلن وستعلن في حينها، أما بالنسبة للصواريخ البالستية في حال قررت القيادة ذلك فهناك العشرات من الصواريخ ستهز أراضي السعودية وكذلك الإمارات بإذن الله. بقدرات محلية يؤكد الحوثيون تم تطوير هذا الإنتاج العسكري الذي تضمن صناعة أجيال متقدمة من طائرات هجومية تدخل الخدمة مستقبلا. رسائل عدة يوجهها الحوثيون في توقيت دخول الحرب في اليمن عامها الخامس، وهو ما يفسره المراقبون بكون الحوثيين باتوا في موقع الند القوي سياسيا وعسكريا. رسالة واضحة يريد الحوثيون إيصالها إلى التحالف أولا وإلى المجتمع الدولي ثانيا، بأنهم أصبحوا قوة لا يمكن إخضاعها عسكريا، خصوصا أن الحرب تدخل بعد أيام عامها الخامس. حتى الآن يبدو الحاضر الأقوى هو التصعيد العسكري، والتهديدات المتبادلة تقلص من حظوظ التوافقات السياسية الممكنة بما فيها تفاهمات ستوكهولم بشأن الحديدة والأسرى والتي لا يزال يكتنفها التعثر والغموض. بعد أيام يطول العام الرابع ويدخل الخامس على الحرب في اليمن، حرب يراها اليمنيون عبثية مطلقة بغض النظر عن أخبار الهزائم والانتصارات وجهود التسليح التي تروج لدى أطراف الصراع. خليل القاهري، العربي، صنعاء. ومن صنعاء ينضم إلينا الكاتب الصحفي ونقيب الصحفيين اليمنيين الأسبق عبد الباري طاهر. أهلا وسهلا بك سيد طاهر. إذن ليس التهديد الأول من نوعه من قبل الحوثيين، هل يختلف هذه المرة علما أن الطرف الآخر قد لا يأخذه على محمل الجد؟ لا شك يعني التصريح هذا يعني تصريح جديد قديم يعني هو، ولكن طبعا ومؤشر أن الحرب في تصاعد وأن الحرب وهي تدق الباب الخامس العام الخامس يعني في ازدياد، وأن كل طرف بالفعل يعني لا يزال يراهن على إطالة مدى الحرب، ولا يزال أوهام الحسم العسكري قائمة لدى كل الأطراف. وواضح بالفعل أن هذه أن الحرب في اليمن لا تنتهي بالحرب، وأن يعني حسم الحرب في اليمن بالحرب من قبل الله في الصراع الإقليمي لن يؤدي إلى مزيد من القوة ومزيد من يعني امتداد الحرب، ويعني الحرب هذه لن تبقى محصورة في اليمن، بالتأكيد إذا ما طال أمدها ستصل إلى كل الأطراف المنخرطة في الحرب. طب هذه الحرب يعني الميدانية والكلامية الآن من قبل الحوثيين، ما مدى إمكانية ترجمتها على أرض الواقع؟ يعني ما هي الأهداف الإضافية التي أضيفت على هذه اللائحة من منظور الحوثيين إلى جانب دبي وأبو ظبي؟ متى تدق ساعة الصفر بالنسبة إليهم لو أرادوا بالفعل تنفيذ وعيدهم؟ واضح يعني الإمكانية في بلدين يعني متجاورين وفي منطقة وفي إقليم واحد، وبالتأكيد كل طرف يقدر يعني يوصل الحرب إلى الطرف الآخر، وكل طرف من الأطراف يمتلك قدرة على إطالة أمد الحرب وإلى إيصالها إلى مختلف الأطراف. الحرب في اليمن هذا التصعيد الكلامي يؤشر بالفعل أن التصاعد أن تصعيد الحرب يعني في غير منطقة في الحديدة في نهم في صرواح في الجوف كلها تصعد من الحرب وتنقل الحرب إلى مستويات أكثر عنفا وأكثر ضراوة ويعني تدمير. طيب يعني استنادا إلى ذلك وبناء على تصريحات أو وعيد الحوثيين الأخير، إلى أي مرحلة يمكن أن تنقل هذه الحرب برأيك؟ تنقل أن إطالة أمد الحرب وتوسيع نطاقها، وأنها ممكن يعني بالفعل تصل إلى مختلف الأطراف بدون استثناء إذا لم يكن هناك احتكام لحوار وإلى منطق وإلى القبول بالحلول يعني التي يتم التوافق عليها. وغالبا الحرب في اليمن لا تنتهي بالحرب،
السعودية تمتلك تجربة مع اليمن في حرب 7 سنوات من 62 إلى 68 لم تحسم الحرب رغم تفوق الجانب يعني طرف من الأطراف في هذه الحرب، ولكن كان التصالح ويعني التوافق المجتمعي والوطني هو يعني الحل الوحيد الممكن، الحل الوحيد الممكن أمام الحرب في اليمن وأمام صراع الإقليم هو الاحتكام إلى المصالحة الوطنية والمجتمعية واحترام يعني الجوار. نعم، ولكن حتى الآن سيد طاهر العثرات كثيرة أمام العملية السياسية والمصالحة في اليمن. من الناحية العسكرية الاستراتيجية برأيك، هل من مصلحة الحوثيين توسيع رقعة الحرب إلى دبي وأبو ظبي وربما تأليب المجتمع الدولي عليهم أكثر فأكثر؟ ليس من مصلحة اليمن ولا الشرعية ولا أنصار الحوثيين أنصار الله، ولا من مصلحة السعودية والإمارات، ولا مصلحة إيران وحزب الله، ليس من مصلحتهم إطالة الحرب في اليمن، لأن الحرب في اليمن إذا ما طالت لن تنتهي بالحرب، وستمتد يعني نيرانها إلى مختلف المناطق المنخرطة في الحرب. فلا بد من التوافق على حل سياسي، قبول الجميع بالجميع وقبول مختلف الأطراف بالوصول إلى حل سياسي يؤمن المنطقة ويؤمن اليمنيين ويوفر حل يعني مقبول ومنطقي ومعقول لكل الأطراف. أشكرك جزيل الشكر عبد الباري طاهر الكاتب الصحفي ونقيب الصحفيين اليمنيين الأسبق. تجددت الاحتجاجات في العاصمة الخرطوم للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير استجابة لدعوة تجمع المهنيين السودانيين وتحالفات المعارضة. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن شهود عيان قولهم إن المئات خرجوا في مظاهرة احتجاجية في السوق المركزية، أحد أكبر أسواق الخضروات والفواكه في العاصمة جنوبي الخرطوم، وإن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وذكر تجمع المهنيين السودانيين على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك أن مظاهرات خرجت في سوقين وسط مدينة أم درمان غربي العاصمة. إلى ذلك، عقد الوفد الأمريكي الذي يزور السودان برئاسة عضو مجلس النواب جيتس باراكسيس سلسلة لقاءات في العاصمة الخرطوم مع عدد من المسؤولين. وشملت الزيارة وزير الخارجية السودانية الدردير محمد الأحمد ومدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح عبد الله غوش ورئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر. وطالب الوفد الحكومة السودانية بإطلاق سراح معتقلي الاحتجاجات. طالبت اليوم بإطلاق سراح المعتقلين من خلفية أمريكية وأيضا المواطنين السودانيين، وذلك لأنهم لم يقوموا بأي تصرف خاطئ كونهم يمارسون حقهم الطبيعي في التعبير. المظاهرات التي بدأت سلمية كانت مأذونة وكانت بالدستور، ولكن تدخل فيها متدخل وجعل بعض المسؤولين عن الأمن وحتى لا ينفرض عقد الأمن جعلهم يتدخلون في الوقت المناسب لإيقاف أي تخريب وأي حرق وأي خروج عن سائر السلمية في المظاهرات. يواجه الاقتصاد الإيراني مشاكل عديدة ازدادت حدة بدخول العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ قبل أشهر عشية رأس السنة الإيرانية، ويظهر سوء الأوضاع الاقتصادية للعيان مع تراجع القدرة الشرائية وغلاء الأسعار. لا تعكس زينة النوروز الجميلة الواقع الصعب للاقتصاد الإيراني بالتأكيد. تراجعت القدرة الشرائية في ظل غلاء اجتاح الأسواق وانخفاض كبير في قيمة الريال الإيراني خلال الأشهر الماضية. أزمة إثر أخرى تواجه الإيرانيين هنا عشية رأس السنة الإيرانية. فلا اللحوم متوفرة بأسعار مناسبة ولا موالح العيد أيضا.
كل الأسعار باتت مرتبطة بالدولار بشكل أو بآخر، وبالنسبة للموالح الجفاف أثر عليها أيضا. أنا من الطبقة المتوسطة ولدينا منزل وسيارة، ولكن حقا نشتري إلا الضروري، والأولوية للأولاد لأن الغلاء فاحش. محاولات الحكومة لوقف تراجع الاقتصاد الإيراني وتحسين الأوضاع المعيشية لا تتوقف. تعديل الفريق الاقتصادي للحكومة الإيرانية قبل أشهر تبعه سعي لتعزيز العلاقات مع دول جارة لطالما شكلت رئات لتنفس الاقتصاد الإيراني في زمن العقوبات كتركيا والعراق، إضافة إلى محاولات الاتكاء على القدرات الداخلية وفق استراتيجية الاقتصاد المقاوم كما تسمى هنا، مع ترقب لخطوات أوروبية منتظرة لإدخال آلية التبادل المالي حيز التنفيذ. الأوضاع الاقتصادية لم تصل لمرحلة الأزمة ولم تخرج عن السيطرة، وهذا بسبب الأوضاع الدولية عموما والعقوبات وسوء الإدارة الداخلية في القضايا الاقتصادية على الأصعدة المختلفة، والحل برأيي يكمن في إشراك القطاع الخاص في اتخاذ القرار. بين سندان المشكلات الداخلية ومطرقة العقوبات الأمريكية يحاول الاقتصاد الإيراني تلمس طريقه، طريق يظهر المسؤولون تفاؤلهم حياله رغم قلق يساور الكثير من الإيرانيين. معقدة تبدو الأوضاع الاقتصادية في إيران، الإيرانيون يحاولون عشية رأس السنة الفارسية أن يزرعوا الأمل في نفوسهم ويقولون عسى أن يكون العام المقبل أفضل، وهو أمر يصعب توقعه حتى على بعض خبراء الاقتصاد. حازم كلاس، التلفزيون العربي، طهران. محل صغير لبيع الصابون في مدينة ماردين التركية وصلت شهرته إلى العالمية، حيث يعكف صاحب المحل على صناعة شتى أنواع الصابون من المواد الطبيعية وبيعها في الأسواق المحلية والعالمية. لنتابع. ماردين صغيرة في حجمها، شهيرة بصناعتها، هنا محل بالكاد يلفت الأنظار، لكن شهرته تصل لأطراف متفرقة من تركيا والعالم. في الداخل أنواع متفرقة وأشكال متعددة من الصابون الطبيعي. ورث العم محمد هذه المهنة عن الآباء والأجداد. يقول إن منتجاته مصنوعة من مواد طبيعية وأنها أثبتت فاعليتها في علاج الكثير من الأمراض الجلدية. ذاع صيت الرجل بعد أن أصبح الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة أحد أشهر زبائنه. ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز زارني في المحل خلال جولته في مدينة ماردين قبل 14 عاما، وقمنا بإهدائه نوعا خاصا من الصابون، وقد أعجبه واستفاد منه كثيرا، ومنذ ذلك الحين يأتي مندوبون من السفارة البريطانية ويشترون كميات من الصابون ويرسلونها للأمير تشارلز. يضيق المحل الصغير بالزبائن القادمين من شتى أنحاء تركيا. هذا المحل مشهور جدا، وأنا أتيت من أنقرة لشراء بعض أنواع الصابون الذي لا يحتوي على المواد الكيميائية. Bir yıldır Mardin'de bulunuyorum. Bir yıldır kullanıyorum. Ben çok etkisini gördüm. رغم الشهرة وحجم المبيعات الكبيرة للأسواق المحلية والعالمية، يحافظ المحل على بساطته وصغره. يرفض صاحبه التغيير والانتقال إلى مكان آخر، ولسان حاله يقول البساطة والتواضع هما سر وسبب نجاحي. محل صغير لكن شهرته تجاوزت حدود ماردين وتركيا لتصل إلى العالمية. عدة أجيال تعاقبت على ممارسة هذه المهنة حتى باتت ماركة مسجلة باسم عائلة العم محمد. عدنان جان، التلفزيون العربي، من مدينة ماردين جنوب شرق تركيا. كما عودناكم نختم العربي اليوم بفيديو من منصتنا على مواقع التواصل الاجتماعي أنا العربي، وهو اليوم عن أبطال حاولوا مواجهة منفذ هجوم المسجدين في نيوزيلندا. نتابع. We'll be right back.
العرب اليوم انتهى. ننتقل الآن إلى برنامج للخبر، بقية مع نجلاء أبو مرح.